يا بنت انتوا هي خايليني ليه؟ في ايه؟ صحة زيادة مش عارف. مالكو؟ مفيش حاجة، احنا بس كنا عاوزين نعرف هو انت كنت بتتكلمي مع حد؟ انا بتكلم مع حد ليه؟ بتكلم مع مين؟ اصل انا هقولك بصراحه بقى، اصل البنت عائشه كانت واقفه تتصنت عليكي من بره الاوضه وسمعتك كنت عماله تتكلمي مع حد وتتودودوا كده وتضحكوا. طب تعالي يا شملوله، انا قلت الكلام، قلت الكلام يا مراتب. تعالي وانا اوريك. الله الله، دي قعدت ليه؟ مش قدي انت، مش قدي. هو الكلام ممنوع؟ هو الكلام ممنوع يا اختي. هم منعوه يا اختي. انت مالك انت يا بنتي بهيه؟ اما انت بنت غلسه قوي. يا لطيف اللطف يا رب. وصيتك عليا يلا، انا واخده اعز ما عندي. خدي وسيبيني هوريك. عايزه تعرفي بكلم مين؟ اه عن اذنك يا حاج، بكلم الحاج يا اختي، بكلم الحاج. بتكلمي الحاج؟ انا رايحه له اقول له حاجه. يا سلام يا سلام على اللي بيتحشوا. يا بهية يا عيشة، الغدا جاهز ولا اروح اعمل مشوار وارجع لكم؟ لا 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 يا حبيبي، الغدا جاهز، دي لسه بهية منزله الاكل من على النار. بس كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع مهم يا عباده. ايه خير في ايه؟ لا مش هينفع كده. اهدي يا بنتي يا حبيبتي، اهدي اهدي ونامي. هحكي لك حدوته. حدوتة الشاطر صالح والبت الغلبان، كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في ايه يا عيشة؟ امك يا عبدو، امك يا اخويا تعبانه قوي. مالها؟ عندها ايه؟ عندها مرض الحج، وده مرض بيجي للارامل، بس انا اللي راعبني انها بدات تكلم نفسها. يا شيخه خضتيني، ما هي طول عمرها بتكلم نفسها، انا افتكرت انها عيانه بجد. اسلك انت مش واخد بالك، دي بتدخل الاوضه وتقفل عليها الباب وتقعد تتكلم دو 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 مع الحج، وانت عارف ده بيجي من بعيد. حج مين ده اللي بيجي من بعيد؟ ابويا وابوك اللي مات. طب قولي لي نعم، بتتكلم معاه ازاي يعني؟ هقولك، تقفل عليها باب الاوضه وتهيئ لها كده انه شايفاه وقاعد معاها وبتتكلم، ومين عارف بقى بيقولوا ايه. مادام بتعمل كده يبقى اكيد في حاجه مضايقاها. حاجه زي ايه يعني؟ اصل يا عيشه اللي اعرفه يعني ما حدش يكلم نفسه الا اذا كان جواه حاجه مضايقاه ومش عارف يقولها. خالتي هنيه المتهنيه تتضايق؟ ما انت عارفها يا عباده، طول عمرها يا اخويا تحب الضحك والفرفشه وضربه الدنيا بالطبله القديمه. ما اتجوزها يا عباده. فين كيسي؟ يا مفاصلي كيسي مش لاقياه، انا بنتمشى لغايه ما نلاقيه. ايه ياما؟ ايه ايه اللي موقفك؟ ايه يا عبوده، حاطط راسك في راس اختك زي الفراخ الفيومي كده وتنقره في فروه مين؟ قبل ما فيش حاجه. ما فيش حاجه. بقول لك ايه، الحركات دي مش عليا، امال الاجتماعات السريه دي بمناسبه ايه؟ ايوه يا اختي، ايوه يا حلوه يا اختي. ما تقول في ايه، انا مش قاعده. يعني انا هقدر اخبي عليكي حاجه يا ام؟ لا بتخبي، انا فهماك، عينك في عيني كده. مال في حاجه مضايقاك؟ انا كويس يا ام الحمد لله. انا يعني كل الحكايه عيشه كانت بتشتكي لي من اخوها سيف يعني. ماله ومالها، طول عمره ملاوع زي امه، ما يسيبها في حالها. في ايه؟ ما انا كمان يا خالتي ايه، مش معبره خالص، لا هو ولا مراته. طول عمرك طيبه زي امي. الله يخليك. تعالي يا حلوه قولي لي، ما بتشتكي لاخوكي وتقولي له ايه؟ لا كنت بفضفض بس مع عباده يا خالتي، على اساس ان انا كنت عايزاه هو اللي يمسك لي حاجتي عشان كله ما اجي اسال سيف عن الايراد، يعني يقول لي نص الايراد بيروح مصاريف. روحي يا عيشه كملي يا أم، عشان خاطري نبطل كلام دلوقتي، أنا عايز أكل ورايا شغل يعني. كل وماله أخوي، كل ألف هنا وشيف أخوي. في حاجة يا خالتي؟ مين؟ أنا عبد أم. ادخل يا عبود. يا مفاصلي. يا مفاصلي. إيه مالك؟ مفاصلي يا ابني. استريح.
إلهي. أي 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 أيوة 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 هي دي هي دي. إلهي يخليك ويطرح البركة فيك يسعدك. ريحتني يا ابني ريحتني. أنت مبسوطة هنا يا ماما؟ إلا مبسوطة، أمال ما كنتش جيت. إلا مبسوطة، مبسوطة بانبساطك. يعني ما فيش حاجة مضايقك؟ هو الواحد عايز إيه غير هدمة نظيفة ولقمة كويسة؟ بس فين النفس؟ ما انت عارف يا عبد الرحمن اكلتي بقت ضعيفه قوي. اصل عيشه خايفه لكون في حاجه مضايقاكي وانت مش عايزه تقولي. ايه اللي هيخليها عيشه؟ طالعه حنينه زي امها، كانت هتوج لما سمعتني بكلم الحاج، افتكرتني اتجننت. ان شاء الله عدوين اللي يتجننوا. يا بس كانت فاكره انك بتكلمي نفسك يعني. الا اكلم نفسي، اكلم نفسي ده ايه؟ اكلم نفسي وانا اتجننت؟ انا بكلم الحاج. بتكلمي ازاي يعني؟ بكلمه ازاي؟ بفتح بوقي كده واطلع كلام. اه وبتشوفيه قدامك؟ قدامي ولا ورايا؟ الاثنين ما يجراش حاجه. ايه يا واد جرى ايه يا عبود؟ هو اللي بيموت حد بيشوفه ولا بيرجع تاني؟ طب بتكلمي ازاي؟ زي ما بكلمك. ايوه بس انت شايفاني دلوقتي وانت بتقولي انك ما بتشوفيش ابويا. طب بكلمي ازاي؟ بحس بيه، بحس بيه كده في الاوضه معايا وبعايزه اكلمه. تتكلموا في ايه؟ في حاجات كتير، حاجات حلوه قوي مرت بيني وبينه. بفكره بيوم كنت حامل فيك، كان في وجع كده، وقفت استنيته على الشباك، فضلت واقفه مستنيه، لقيته طالع عليا زي البدر. كان منى عيني انط من الشباك واروح، وجريت على الاوضه وقفت استناه. لكن قابلت الحاجه كانت واقفه هي كمان، خدته دخلوا الاوضه وقعدوا ساعتين ثلاثه وانا مستنظره فين وفين. لما جالي قال لي معلش معلش يا هني، هي كلمه واحده، وحط ايده على كتفي وطبطب عليا. نسيت اني زعلانه ونسيت الوجع اللي في قلبي واللي في بطني. انا خايف عليك يا ام. خايف من ايه يا شوكولاته؟ يا واد يا واد افكرك ولا بلاش؟ فاكر فاكر البنت اللي كنت بتحبها ومش طايلها؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اه يسرى. سرية. اه فاكر كنت بتعمل ايه معاها؟ ليه كمالي؟ كنت مبحلق في السقف كانه وحشك، وكل ما ادخل عليك الاقيك عمال تكلمها كانها نايمه جنبك. لبستك قميص المجانين ديتها، زغتك. اصحى يا عبوده، اصحى يا عبوده نمك. بس الكلام اللي بتقوليه ده حصل حقيقي؟ حصل. كنت حاسه انك عايز تقول لها كلمه من قلبك، محدش يشوفك ولا يسمعك. وعني دلوقتي بقيت زيك بالظبط، محرومه، محرومه من ابوك اللي كان مالي عليا الدنيا كلها. حتى لما بعد عني، حتى لما مات، مالي عليا الدنيا كلها. مستقدرين عليا، مستقدرين عليا يكلموا، مستقدرين عليا، مستقدرين عليا احس بيه. بس ايه خليكي براحتك واعملي اللي انت عايزاه، بس ما احبش اشوف دموعك. لا ربنا يخليك لينا. مسيبك العافيه يا دناي. اسيبك دلوقتي عشان الشغل. سلام. قلبي في رجليا ورجليا بتترعش كده اهو كده اهو. يا رب استر كده بحرك رجلي. خلاص يا حبيبتي،
كملتي اللفه على التراك؟ قولي لي بقى، خايفه من ايه ومتوغوشه من ايه يا هنيه المتهنيه؟ خايفه على اخوكي يتزربن على جوز فطني. لا يا حبيبتي ما تخافيش عليه، عبده ده مخه كبير وباله طويل قوي قوي، بالك لو سيف كنت اقول لك اه، ما يستحملش حد يحك له على مناخيره، جاته قطع مناخيره. يا رب يا رب استر يا رب استر يا رب، يجيبني بالسلام. اه اه يا مستر. ما تخافيش يا حبيبتي، ده عبده سيد العاقلين، والكلمه من بقه بلسم. تعالي والكلمه من جوز بنتك سم، وانا ابني متعافي وانا مغذياه كويس. خايفه كلمه في حد، ما تسيبي دي انت، مالك ومالها يا اختي؟ خايفه كلمه في حدوته يشبك مع ابني. يا حدي يشبك مع مين؟ انت عارفه عبده ومخه يوزن بلد، طب اياك بقى يطول لسانه عليه، كان اخويا عبده اداله على وشه على طول. وانت يا مرات ابني الوحداني قاعده في وسطنا ليه يا اختي؟ معرفتيش تروحي مع جوزك تقفي جنبه حد يضربه ولا حاجه؟ طب والله يا شيخه ما كنت عايز اقعد معاك، والله ما كنت عايز اقعد. عبده اللي مرضيش ياخدني، قال لي بلاش، لو دي افتكرنا خايفين منه ورايحين له بربطه المعلم. انت بتعملي لي كوبه في وشي، انت ساكته لها؟ طب كان خد اسمه ايه؟ عبد الفتاح جوزه؟ لا عبد الفتاح مش جوزه، جوز زهره قصدك. حمدي ما بيطقوش، بيقبل العمى ولا يقبلوش يا اختي. ايوه عشان متربي واحسن منه. والله صدقتي يا خالتي، صدق ان عبد الفتاح جوز زهره ده زي النسيم، انما التاني المخفي زي البهيم. ده زي الفل، ما انا اللي اخترته لزهره وجوزتهم لبعض، والمحروسه اللي قاعده اللي فاكره نفسها بتفهم دي ما كانتش راضيه الخايبه. يا لهوي، طب والله العظيم كنت راضيه. تصدقي بقى ان انت اللي نسيتي وبقيتي تنسي كل حاجه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بتقوليها في وشي نسيت ليه؟ آه. بخرف ولا بخرف؟ طب خليه يمد ايده على ابني وانا هقوم له. هو مين انا هقوم له اهو؟ هو قايمه مين؟ انا عارفه انا كنت قايمه ليه، انا جعانه انا جعانه وعايزه اكل. ايوه كده عادي، انا يا اختي اللي قايمه عشان اكلمهم اطمن عليهم. لا يا بهية اوعى تعملي كده، اكبر غلط. ليه عايشه فاهمين؟ لو انت كلمتيهم دلوقتي في التليفون، الواد التاني هيفتكر ان احنا قلقانين وخايفين، لا يتخانق مع عبده، ساعتها بقى هيتفرعن ولسانه يطول. كلامك مظبوط، الخالق الناطق اخوكي عبده يا احسان. احسان يسلم فمك يا عبدو. ايه ايه يا اختي في ايه؟ في واحده تقول لجوزها عبدو كده حاف؟ مش تغمسيها يا سيدي يا حاج، مش قلتلك القطي مني؟ ده انا طول عمري اتجوزت سيدي صالح ما قلتله يا صالح كده حاف. في ايه يما؟ حتى برضو فوقت يعني كده الروقان، ما كنتش بتدلعيه يعني؟ كنت بقول له كده في سر يا واد. بقى كل ده واد يا خالتي، ده الحاج عبده هيفضل طول عمره في نظر امه الواد شقاليطه. قال يا كتكوت ايه اللي نساك، ما تعملش ديك على اللي في حساك. قوي يا استفرخه. خلونا في المهم، عارفين الواد حمدي بيعامل فاطمه بالطريقه دي ليه؟ ليه يا حاج؟ حلو كده يا خالتي مبسوطه. ايه يا اختي في ايه؟ تهزقيني قدام العيال يا اختي؟ غلطت يعني لما قلتلك قولي لجوزك يا سيدي ولا يا حاج؟ مش كفايه كيس فلوسي مش لاقياه؟ معلش معلش، حقك عليا يا خالتي. بيت قومي حطي وشك في الحيط، قولي يا حاج يا حاج يا حاج 10 مرات. عاجبك كده يا عيشه؟ فشخلي بقها كده وتقولي يا حاج. عاجبك يا نينا؟ فيها ايه؟ هتهزقيني ولا ايه قدامهم؟ ما تخلقش يما اللي يهزقك. الله، يلا عشان خاطر قومي بوسي بس هعتذر لها. انا عملت حاجه عبده؟ عشان خاطر. حاضر، كيس فلوسي حاطه فيه كل مملوك. مالي مال فلوسك؟ تعالي هاتي راسك ابوس. اوعي جري جري، بوظت التسريحه. معلش يا خالتي مسحيها فيا انا ولا اجيب لك فوطه؟ انت كمان حقك علينا كلنا يا ام، حقك علينا كلنا. كمل يا عبده. بص برضو بتقول عبده، مش قلت لك القط مني عبده؟ ايه خلاص خلاص يا حاج، حقك عليا يا حاج عبده، يا عم عبده، يا ابو عبده، يا ام عبده، يا اسطى عبده. كمل يا عبده، الواد جوز فاطمه بيعاملها المعامله دي ليه؟ هو قال لي شفتوا كانت هتنسينا اهم موضوع، مرات ابني حبيبي يا اختي. قول يا حبيبي انت عاوز تاكل ايه؟ انا عايز اخش الحمام. مسكتيه؟ ادور على الفيكس. مالك كيس فلوسك؟ مالك تهمني في كيس فلوسك؟ وريني معاكي هنا ايه يا عبده؟ عبده ايه اللي انت بتلايطيه في مناخيرك ده؟ فيكس 14. لكن حد جرى له حاجه؟ ربنا يس. ايوه ايوه يا ام، ايوه ايوه. ايه خير يا ام؟ في ايه؟ مراتك فين؟ انا اهو يا اختي. في ايه؟ تعال تعال، واحده عاوزاك.
واحده واحده مين؟ انا اش عرفني واحده ست هتكون ايه؟ كنت جايه لك دلوقتي ليه؟ جايه له ايه ده هو اللي رايح لها؟ إيه؟ قصدي هيرد عليها في التليفون. وتتصل بيه دلوقتي ليه دي؟ انا اش عرفني بس يا بيه، ما انا واقف جنبك اهو ارد عليها واعرف هي مين. رد واطمن يا اخويا، رد رد وطمنا. مين دي خالتي؟ واحده قصيره كده وشعرها اصفر. شفتها في التليفون ولا عايزه تشليني وبس؟ الو فيفي؟ فيفي فيفي طمني. خير يا فيفي؟ في ايه؟ ايوه يا عبدو انا عايزاك ضروري. لا هالكلام ما ينفعش في التليفون، يا ريت يا عبدو تقدر تيجي دلوقتي يكون احسن. ايوه يا عبدو موضوع خطير يخصك، يا ريت يا عبدو تقدر تيجي، يا ريت. حاضر حاضر ان شاء الله. خير. وبعدين بقى احنا مش هنخلص من الموضوع ده، عايزاك في الولايه دي. مين دي يا عبدو؟ دي فيفي. فيفي عطاره برضو؟ لا يا اختي رقاصه برضو. ما هي دي اللي سيف اخوكي كان عايز يتجوزها وعبده بوظ لهم الجوازه، من ساعتها سابت في ده وشبطت في ده. مش وقت الكلام ده بهيه. عبود. نعم. قول لي يا ابني الرقاصه دي عاوزاك في ايه؟ قول لنا انا امك. قول يا اما هي قالت انها عايزاني في موضوع مهم. السعادي؟ مش قلت لك موضوع مهم؟ انا بقى عايز اعرف الرقاصه دي عايزاك في ايه وش الفجر؟ يمكن عاوزه الطبله بتاعتي. في ايه؟ ما تخليكي في حالك وهو في حالي. يا خالتي اسكتي انت، ما هو حالنا واحد، ما تنطقي عيشه. ما قصدها يعني ايه عايزاها مع بعضيهم في شغل يعني؟ ما تتكلم الاطراف في ده يعني. شغل ايه يا اختي؟ شغل ايه ده اللي وش الفجر؟ ما تتكلمي عادي يا عيشه. يو وانا مالي يا اختي اللي داخل بينك وبين جوزك خارج؟ اتخانقوا مع بعض بقى عشان تصحوا العيال. انت رايح فين؟ رايح اغير هدومي. وتغير هدومك ليه؟ ما تروح بالبيجامه يمكن تبات هناك. يا شيخ ارحميني بقى ارحميني بقى، انت يعني مصمم تروح؟ ما لازم اروح عشان هي قالت ان البتاع اسمه ايه يعني موضوع حياه او موت. هو مين اللي اسمه ايه؟ هو بيقول ايه؟ استنى هنا يا عبدو. هنا. لا اله الا الله. ايه ده؟ مالك يا خالتي؟ بتبرقي لي كده ليه؟ وانا مالي؟ ما هي اللي قالت البتاع ده اسمه مساله حياه او موت. موت؟ طب ما قالتش مين اللي مات؟ انا اللي مت يا خالتي، استريحتي اهو.